تجربة اتحاد جدة بتهيألي رفعت سقف طموحاتك انت شخصيا. بالظبط. والسؤال اللي ممكن، لان مش ناس كتير تعرف النجاحات اللي انت عملتها مع اتحاد جدة هنا في مصر، والسؤال هنا ليه ما تكررتش التجربة مع اي نادي من الأندية المصرية هنا؟ لان هنا الشغل في مصر ملوش علاقة يعني ملوش علاقة بالكفاءة ولا ليه علاقة يعني انا دايما انا عندي كلمة دايما اقولها وهفضل اقولها، يعني مفيش حد في مصر بيشتغل عشان هو كويس، ومفيش حد ما بيشتغلش عشان هو وحش. بس الصورة مش وحشة قوي كده. لا لا لا، وحشة واوحش من كده بكتير، لان للاسف الشديد اللي بقى متحكم في سوق الكورة في مصر كان على مستوى التدريب او على مستوى اللعيبه هم الوكلاء خلاص. فلو انت ما عندكش ده اثر على صناعه كره القدم طبعًا او على طبعا طبعا سلبا طبعا من وجهه نظرك. ما هو بص، كل حاجه ليها سلبيات وليها ايجابيات. انما انت النهارده لما يبقى يعني تبقى حاجه متسابه لطرف واحد او لمكان واحد، يبقى كده ما فيهاش اي ايجابيات.